سنة الترمذي أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي أبو عبد الله البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال والنسائي أيضا وثقه وأثنى عليه خيرا. قال حدثنا عثام بن علي. عثام بن علي نجيب العامري، نعم، الكوفي. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، والدرقني أيضا قال ثقة. عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، نعم، لكنه مدلس. عن عطاء بن السائب مالك بن زيد الثقفي الكوفي. عن هل هنتكلم في شيء؟ ابن معين وثقه ابن معين، وايضا وطبعا هو اخذ على انه اختلط بالاخره، لكنه ثقه. احمد قال ثقه رجل صالح، كفى توثيق احمد بهذا التوثيق له، يعني عطاء ابن السائب، وان كان قد اختلط باخره، يعني حتى وان كان قد اختلط باخره، وان كان في حفظه ايضا بعض الكلام. عن ابيه عطاء بن السائب، عن السائب بن مالك بن يزيد، السائب بن مالك بن يزيد، والسائب بن يزيد ثقة، وثقه ابن معين، وثقه العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي من صحابي ومن العبادله الاربعه. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر. نعم، وفي قول هذا حديث حسن غريب أخرجه أبو داود وسكت عنه. نعم كده وأخرجه، ما أنت كده تعمل هنا ممكن هكذا، وأخرجه أبو داود وسكت عنه، ونقل ابن المديري عن تحسين الترمذي له وأقره، وأخرجه النسائي والحاكم أيضا وصححه. وفي قوله وفي الباب عن ياسر بنت ياسر أخرج حديثها الترمذي، وأيضا هناك كلام في الإسناد. الغرض المقصود هنا عبد الله بن عمرو العاص يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في المسألة في الباب المسائل، المسألة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما التعبدية التي هي تشريع للناس، وكان الأنبياء وكان الصحابة الكرام من أعظم الناس حرصا على ذلك. الأمر الثاني المهم في هذا الباب هو ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وصف لنا كيف كان يعقد النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بيده لينقل ذلك للناس. الأمر الثاني هو مسألة التسبيح باليد. التسبيح باليد الأصل بأن التسبيح باليد، رواية أبو داود قال من قدامة بيمينه، يعني يسبح بيمينه، وإن كان بعض العلماء يرى بأن التسبيح باليمين أو بالشمال أو باليسار، والحق أننا نقول يعني الأدلة العامة تثبت أن الاستحباب لليمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التأمل في شأنه كله ويجعل الأخرى لقضاء حاجته بأبي هو وأمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقد التسبيح باليمين ويقول إنهن مسؤولات مستنطقات، إنهن مسؤولات مستنطقات، والمعنى بأنه كان يسبح باليد لأن اليد ستشهد يوم القيامة على التسبيح وعلى هذه العبادة التي يتعبدون بها لله جل في علاه. إذن الأصل في التسبيح ألا يكون إلا باليد، لأن النبي ما رؤية إلا أنه يسبح باليد، وعقد التسبيح باليمين، عقد التسبيح باليمين. لكن التسبيح من السبحة أو من الحصى هل يصح التسبيح بها أم لا؟ الحق أنه يصح التسبيح وعد التسبيح بالنوى، لأنه قد ورد في الأثار عن الصحابة، عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يسبحون بالنوى، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قد يعني جاء حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفية أيضا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة
وسبح بهذا الحديث، كلها حديث فيها كلام، هذه الحديث كلها فيها كلام. أخرجهما الترمذي في غير هذا الموضع، والنبي قال أنا قلت كأربع كلمات بما كنت تسبحين، وهذه فيها دلالة على جواز التسبيح بالحصى أو بالنوى، وقد ورد لأن النبي أقر المرأة وكان الحديث فيه ضعف في ذلك، وقد ورد بسنة صحيح عن أبي هريرة عن سعد بن أبي وقاص، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وإن كان الحق أن نقول الأصل في التسبيح أن يعقد التسبيح باليمين بالأنامل، لأنهن مسؤولات مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به لنصف النهار، ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي. أخرجه أحمد في الزهد، وهذا الحديث أيضا فيه كلام. أخرج ابن سعد عن حكيم ابن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالعصا، وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة رضي الله عنها بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه السند صحيح أنه كان له خيط في ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح عليها. وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم ابن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه كان يسبح بالنوى المجموع، يعني يجعله كما قلنا كعقد، يجعله عقدة كالصبح التي بين أيدينا الآن. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان ابن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال نعم المذكر الصبح. وقد ساق بعض العلماء أثارا كثيرة في هذا الباب من السلف أنهم كانوا يسبحون بالحصى ويعدون ذلك تسبيحا. أنا أقول دائما في هذا الباب إن قلنا بالعقل أو بالنظر في هذا الباب أنها على العدي كما قال جهاد قبل ذلك حفظه الله أنها لو كانت على العدي إذن سنقول بأن لا فارق بين أن يعد بالنوى أو يعد بالحصى أو يجعل الخيط نفسه عقد كأنها سبحة ويسبح بها أو هذه الآلة. الحق أن نقول الآن في مسائل التسبيح في هذا الباب الأصل أنه لا تسبيح إلا باليد لأنها عبادة، والعبادة جاء التوقيف فيها أو جاءت الهيئة تعبدية بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح باليمنى وقال إنهن مسؤولات مستنطقات. وأما التسبيح بالحصى أن النبي لما دخل على المرأة وكان هذا الحديث ضعيف قال أما زدت تسبحين قلت أربع كلمات تفوق ما قلت. وأيضا أبو هريرة ورد عنه سنة صحيح أنه كان يسبح بالنوى، وأيضا سعد بن أبي وقاص سبح بالنوى هو أيضا في ذلك، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف أنه سبح بالحصى في التسبيح. فإن كان المسألة هنا جاءت على الحصى أو على النوى في التسبيح الحق أن نقول نقف عنده وهذا الأفضل، لأنه قال إنهن مسؤولات مستنطقات في رواية قال اعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لما أقر التسبيح بالحصى قلنا صح ذلك. أما الآلة التي تكتب 1 2 3 4 5 هذه عملات حسابية في البنك في المال، لكن في التسبيح عامة عشان أكون منصف صراحة يعني يغلب علي أن أقول كلمة حق بأنه ما دام الأمر على العد وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأقر من عد قد نمرر هذه لكني أبدعها حقا إلى الآن أبدعها، لكن يعني عشان أكون منصف من قال المسألة على العد ما هو الآن العد هو الآن يعد بالحصى، لكن يوقفني عن القول بجوازها ولا أتجاسر على ذلك حديث إنهن مسؤولات مستنطقات. وأيضا في هناك هذه الآلة فيها ما فيها من الخراب، فيها ما فيها أولا من الرياء، فيها ما فيها من طبعا قيل السبحة يقول تكون يعني فيها ما فيها من الرياء، لا ليس فيها ما فيها من الرياء، لأن السبحة مهما طالت لن تكون لن تتعدى المئة، دعك من صغر السبحة الصوفية هؤلاء لن تتعدى المئة، لكن الرجل يقول لك 1000 2000 5000 7000 9000 وممكن تكون توارث أيضا العجب في هذا الباب. فصراحة لا أرى لهذه لهذا العداد أو لهذه الآلة
أي طريق يمكن أن نمرره غير العقل يقول لو كان على العد فالعد أيضا يصح بهذا العداد، لكني لا أميل إلى ذلك. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، حرص الصحابة على نقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات لها هيئات توقفية فلا يتعداها المرء إلا بسنة، العبادات لها هيئات تعبدية فلا يتعداها المرء إلا بسنة.